يا بنات، وحشتوني جدا ورجعت لكم تاني. وفيديو النهارده هتكلم فيه عن مشترياتي من جروب اسمه سحر زيت الزيتون للتخسيس مع عيوشه. الجروب ده كله منتجات من السعوديه ومن الهند، كلها منتجات طبيعيه 100%. في منها حاجات للتخسيس وللشعر وللبشره. عايزين تعرفوا انا جبت ايه؟ تابعوني. اول منتج معايا يا بنات هو اسمه الزباد، والمنتج ده مستخرج من بطن حيوان اسمه زبدة البحر. زي ما انتوا شايفين معايا يا بنات، العبوة صغيرة جدا. عشان تستخدميها بتحطيها في حمام مية دافية، بتبتدي ان المادة اللزجة اللي جواها بتفك، بتاخدي بصبعك تحطي على الاماكن الفاضية. هو فايدته ان هو بيعالج تساقط الشعر، بيعالج تقصيف الشعر، بيعالج الهيشان، بيعالج الفراغات، بيطري الشعر، بيقلل التساقط، بيطلع شعر من اول وجديد، لدرجة ان هو ممكن كمان يطلع لك شعر في حواجبك لو انت مش عندك حواجب. سحر سحر يا بنات، هو ما يسمى بالذهب الاسود، بالذهب الاسود. ممتاز جدا، عن تجربة معايا عمل فرق جامد جدا معايا. العبوة دي بتكفيكي اسبوع واحد بس، عشان تلاحظي النتيجة لازم على الاقل من 2 لـ3 شهور. ان شاء الله هتحسي بفرق جامد جدا، بس عشان تعرفي ان يجيب معاكي نتيجة لازم يكون عندك طولة بال، وتعرفي ان اي منتج طبيعي لازم تاخد فترة عبال ما يطلع الشعر. المنتج اللي بعد كده وهو الفازلين الحبشي. الفازلين الحبشي ده عبارة عن دهان بتستخدميه يوميا، وهو مستخلص من شمع العسل ودهن الجمل. هو المفروض ان هو بعد استخدامه فترة طويلة بيقلل لك الشعر والتساقط وبينعم الشعر، ومفروض ان هو بيطريه جدا. انا استخدمته مرة واحدة بس، عجبني. حسيت ان الشعر يطري، بس ما تكتريش منه علشان الشعر ما يلزقش وما يبقاش دهن او في دهون كتير. ده بالنسبه لي انا، عشان انا اصلا طبيعه شعري دهنيه، لكن لو شعري جاف اعتقد مش هيعمل معاكي حاجه زي كده. هسيبه تحت التجربه اكتر، مش هحكم عليه من مره واحده. انا كنت شفته بيتباع في مكان ما كانش كده، كانتش دي اولها الزيت خالص، كان اولها اف تقريبا او تي. العبوه كانت اصغر من كده، ما كانش فيها الاستيكر واللزق ده. ريحته وده شكله من جوه، ده شكله من جوه. طبعا انا واخده منه. ريحته حلوه. ريحته حلوه، مش قوي. ريحته مش حلوه قوي، بس الى حد ما هو كويس، مش وحش. تستخدميه كدهان، ممكن انت تخلطيه بزيوت وتخلطيه بكريمات تانية، هيعمل معاكي نتيجة وفرق اكتر. اهم حاجة تعرفي ان اي مواد طبيعية واي مواد تجميلية لازم على الاقل عشان تقدري تحكم عليها 3 شهور. عشان كده انا هديكم ريفيو الاكيد بعد فترة، عشان اقول لكم اكيد فعلا هو كويس ولا لا. بس من اول تجربة عجبني. المنتج اللي بعد كده هو زيت شوب الهندي. انا جبته قبل كده بس ما كانش اصلي. لما جيت عملت مقارنة بكذا صورة لقيته ان هو مش اصلي، فعلشان كده ما حسيتش معاه بنتيجة، فجبته من عيوش تاني عشان عارف ان هي حاجات اصلية. بس انا استسهلت شوية وجبته من مكان تاني. الزيت ده مفروض ان هو بيعمل ان هو بيغذي الشعراية، بيخليها تنمو، بيوقف تساقط الشعر، ولو في قشرة بينهيها بعد فترة. ولو شعرك استخدمتي صبغات كتيرة باكسجين عالي شعرك ناشف، هي بتساعد ان هو يعني يفكلك رابط الشعراية، وفي نفس الوقت بيدي لمعان للشعراية وكثافة. هتستخدميه ازاي؟ بعد ما تغسلي شعرك بالشامبو والبلسم هتنشفي شعرك كويس جدا، مش هتخليه مبلول قوي ولا ناشف قوي، هتخليه في النص، وهتوزعيه على جذور شعرك وتعملي له مساج باطراف صابعك. تفضلي تعملي له مساج كويس، وبعد 5 دقايق هتسيبيه. المفروض ان انت تسيبيه من 4 لـ5 ساعات على الشعراية، بعد كده تشطفي بيه شعرك. بتعملي بيه حمام زيت مرة في الاسبوع، تعمليه بالمساج وعلى جذور شعرك مرة في الاسبوع. لو حبيتي تعمليه على شعرك كله تمام ماشي، هيساعد اكتر. اللي قدامكم الزيت ده لكثافة الشعراية، وفي للتطويل. انا كنت طالبة للاطالة بس هو حصل لخبطة في الاوردر فجالي للتكثيف، وما نجيب بتاع الاطالة هوريه لكم. مخصص واحد اطالة وواحد تكثيف. اهم حاجة الاستمرار، عشان تحسي بنتيجة وتعرفي ان انا النتيجة اللي انا بقوله ده لازم على الاقل 2 شهر، 1.5 شهر، 3 شهور. يعني بلاش تستخدميه مرة او 2 وتيأسي. هو انت لو استخدمتيه مرة في الاسبوع اهتمي بنفسك واعملي لنفسك روتين،
روتين عناية بشعرك عشان تهتمي وتلاحظي نتيجة عشان شعرك فعلا يكون ممتاز. المنتج اللي بعد كده وهو زبدة الشيا، هو مرطب قوي جدا للشعر وبيخلي الشعر ناعم وفي حيوية، وبيساعد ان هو يبقى طويل وصحي وفي ليونة، وفي نفس الوقت هو مرطب للجسم والاستريتش مارك لو عندك علامات في بطنك، وبيمنع التكسر والاطراف لو الشعر عندك متكسر من تحت، وبيغذي الشعر والجسم بيساعد ان هو بيشيل علامات الاستريتش مارك لو انتي ولادة او كنتي تخينة وخسيتي. وللبشرة بيتعمل بيه ماسكات كتير، بيتخلط في ماسكات كتيرة، وان شاء الله الفترة الجاية هعمل لكم بيه ماسكات للشعر وماسكات للبشرة. هي العلبة دي ربع بس انا مستخدمة منها، هي مش جايالي كده، هي كانت جايالي مليانة بس انا استخدمت منها عشان بحبها جدا، وصراحة ما قدرتش ان انا اقاوم انها تجيلي اصور الفيديو الاول، انا استخدمت منها على طول، انا نزلت لايف عندها على الجروب. المنتج اللي بعد كده وهو زيت كشري الهندي، هو المنتج ده اصلا زيت هندي مركز جدا 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 لابعد حد تتخيلوه. هو المفروض ان هو بيساعد على طول الشعر، هو اصلا مخصص لطول الشعر مش لكثافة، بس هيديكي نسبة كثافة بسيطة. هتستخدميه ان انت هتخلطيه باي زيت تاني، زيت زيتون، زيت جوز هند، زيت حبة البركة، اي زيت تاني عشان تخففي نسبة تقله وتركيزه. وبعد كده هتستخدميه تحطيه توزيه على جذور شعرك وتعملي له مساج لفروة الراس، وهو بالاستمرار عليه، وبتستخدميه مرة في الاسبوع بالاستمرار عليه، هتحسي شعرك فعلا طول جدا وفرق معاكي جدا. ليه احنا بنخففه؟ لان الزيوت الهندية بتكون تقيلة جدا على عكس طبعا الزيوت في مصر، بتكون خفيفة فبيكون تقيل جدا، فاحنا يفضل ان احنا نخففه علشان ما يزيش فروة الراس. واخر منتج معانا يا بنات هو الكركر، يا رب تكوني فهمتي مني عشان انا لدغه في حرف ايه مش عارفه انطقه قوي. الكركر ده هو عباره عن دهان بيستخدم يوميا للشعرايه الناعمه، السوري للشعرايه المتقصفه عشان تخليها ناعمه، او الشعرايه اللي فيها قصره. هو بيفك روابط الشعرايه، حلو جدا، سعره في متناول الجميع، تقدري تستخدميه وان شاء الله تشوفي النتيجه. بس زي ما اتفقنا مع بعض ان لازم تستني عليه فترة عشان تلاحظي النتيجة، بس من اول مرة هتحسي بفرق. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم وكون كنت خفيفة على قلبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، بشوفكم في فيديو جديد. باي باي.